ونتحول الآن من أمام معبر رفح إليك أحمد أوزي. تفضل أحمد. شكرا جزيلا لك داليا وأحمد. بالفعل نحن هنا في موعدنا المعتاد من هذه النافذة التي وكالمعتاد تأتيكم من أمام معبر رفح البري الحدودي بين مصر وقطاع غزة. نحاول أن نسلط الضوء على جانب من المعاناة الإنسانية من فصولها الممتدة حتى هذه اللحظة، في أقل تقديراتها فقط تلك المرتبطة بتحديثات ما تقوم به قوات الاحتلال من حرب تجويع، عدا عن حرب الإبادة الجماعية التي تشنها منذ ما يصل إلى نحو 10 أشهر متتالية. في آخر هذه الفصول ما كنا قد رصدناه قبل نحو 10 دقائق فقط من الآن، تلك الشاحنات التي كانت قد عادت ولم يسمح لها بالدخول من جانب سلطات الاحتلال ضمن صيغة العمل المؤقت المتوافق عليه بشأن إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية وشاحنات الوقود وغاز الطهي من خلال منفذ كرم أبو سالم. هذه الشاحنات التي كانت قد عادت والتي يصل عددها إلى نحو 7 شاحنات من بينها شاحنة وقود، تلك الشاحنات التي لم يسمح لها بالدخول من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي. شاحنة الوقود هذه أيضا لم يسمح لها بالدخول رغم أن التصاريح كانت تشير إلى أن هناك نحو 25 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية وطبية، عدا عن بعض التفاصيل المرتبطة بشاحنات الوقود التي تشكل جانبا من شرايين الحياة الأساسية لتشغيل المستشفيات التي تتداعى فيها كل المستشفيات أو يتداعى فيها القطاع الطبي بأكمله وفق التقديرات التي تأتي من جانب السلطات الصحية في قطاع غزة. الجانب الأكبر بالمناسبة من هذه الشاحنات التي كنا قد رصدنا عودتها دون السمح لها بالدخول كانت شاحنات تحمل مساعدات إغاثية وطبية وغذائية تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا. الشاحنة تحمل هذه الملصقات والعبوات التي تحملها ضمن هذه المساعدات، تحمل كذلك شعار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا. بضع عشرات من الشاحنات التي يتم السماح بإدخالها أو ربما بشكل أكثر دقة بإيصالها إلى داخل منفذ كرم أبو سالم. هذه الشاحنات بأعدادها التي لا تسمح بتيسير الحدود الدنيا من العيش لشارع واحد من شوارع قطاع غزة لا إلى قطاع بأكمله، وهناك بعض الأجزاء في قطاع غزة وكما هو معلوم تحديدا في مدينة غزة وفي المحافظة الشمالية لا يسمح مطلقا بإدخال هذه الشاحنات المحملة بالنزر اليسير من المساعدات الإنسانية والإغاثية.